السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أوريكم الشعير، أو ما هو الشعير. الشعير هذا أنا سويت قبل كذا فيديو لخبز الشعير، كثير من الأخوة يسألوا ما هو الشعير. هذا الشعير موجود قدامكم. طبعا الشعير من أقدم الحبوب المستهلكة. الشعير غني عن التعريف. هذا شكل الشعير. طبعا هذا حبة كاملة، وفي يجي شعير مقروش، يجي منزوع القشر مثل هذا الشعير. هذا الشعير حبة كاملة، يعني حبة لسه في قشرها. وهذا يعتبر الشعير منزوع القشر، شبيه بحبات القمح. شوفوا هذا منزوع القشر. هذا ينطحن ويستخدم في الأطباق مثل الخبز، أو تستخدمه كذا حب مقروش في الشربات. هذا هو الشعير، وأتمنى أن أنا كنت وضحت ما هو الشعير، لأن الكثير من الأخوة يسأل ما هو الشعير. وهذا الشعير بعدما انطحن، بعد كذا يتم إعداد الخبز منه، أو المعمول، أو الأطباق الأخرى مثل الشوربة وإلى آخره. الشعير يعتبر من أوائل المحاصيل الزراعية في التاريخ، فهو من الحبوب الكاملة والأكثر استهلاكا على مستوى العالم، فهو يدخل في تحضير الخبز والمشروبات والمأكولات المختلفة، كما إنه يوفر مجموعة متنوعة من المواد الصحية، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المختلفة كالألياف والفيتامينات والمعادن و الأشياء اللي لا نستطيع أن نذكرها في هذا الفيديو. فهو مفيد جدا لصحة الإنسان، وخاصة الناس اللي يسووا رجيم، أو الناس المصابين في مرضى السكر والضغط، فهذا الشعير مفيد جدا لهم. أتمنى وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله.